انا عند عمي ابو محمد جاسم بهمن، والله من بعد الله ايده الطيبه هذه كله الله. كنت اخذ 3 ابر باليوم مسكن عشان العوار. عوار كون في عوار بظهري هني بالديسك. من اول جلسه عندك الحمد لله ما اخذت لا مسكن ولا شيء. انا جاي اكمل علاج طبيعي حالي حال العالم الحمد لله على كل حال. يعطيك العافيه. مشكور يا ابو محمد. شو اسمك كابتن؟ جاسم القلاف. والنعم. الله يعافيك.